حان وقتها الآن. وتبدأ الفترة الثانية. قد ربما نشاهد فريق عراقي أكثر توجه هجومي. أليكسيس ساديو ماني أمام فيصل جاسع لخيبري. خيبري علي الهجامي. التجهيز المساعدة سيكو فوفانا بعيدا عن سانتاريسكا في لقاء الحقيقة. طويلة من فيصل جاسم. عالية من أليكسيس. ساديو ماني حر منه. أو ساديو لكن الدخل فيصل جاسم. تعود عراقية. مات يوسف. تعود لسلطان الغنام. كايبرو بروزوفيتش يتقدم فريق النصر. ماني طويلة من فيصل جاسم. ضيعها رونالدو. مات يوسف على عبد السارع. أحمد فرحان. كرة التسويب ونواف العقيدي. في قرار عامر. مجهودات كبيرة قم بها خيبري في قطع الكرات العراقية. أليكسيس. كرة بعيدة على أندرسون تاريسكا. تماس يعود لنادي الشرطة. روزوفيتش. أليكسيس. فوفانا. كابتن دفاعي ممتاز من الفريق العراقي. ساديو ماني عند الكرة فوفانا لمنصة وأحمد باسل. نيكو فوفانا روزوفيتش رايح على اللقطة لمنصة القدم رونالدو للحارس الباسل. رونالدو في التصويب. أحمد باسل في الدفاع. رجع كرة لبروزوفيتش. 10 دقائق لعب منذ بداية الشوط الثاني. جدار كبير أمام النصر بألوان الخضراء. علي عبد السارع تسرع من فهد يوسف صاحب 36 عام. عبد الله الخيبري أمامنا. ربما قد يكون التغيير بخروج الخيبري ووصول عبد الرحمن الغريب. عبد المجيد مبكر يتواصل المد الجماهيري لفريق النصر العالمي. اعتدالج بالكرة يخسر اللون. مناف يونس. احمد يحيى فرحان. كرة سريعة عراقية. لجامل. احمد فرحان. تعود الكرة لأليكسيس. ساديو ماني. لا يمر من هذه الكتابة الدفاعية العراقية. فهد يوسف أو أمير سباحة. المقابل في النادي النصر. هايبري. تيس. أندرسون تاليسكا. فوفانا. فوفانا يضيعها مرة أخرى. فرصة ضيع على فريق النصر. في كل مرة لا تتكسر الجرة. رونالدو كانت في الكورة. فريق النصر طبعا الموسم الماضي حل ثانيا في الدوري وراء البطل العميد نادي الاتحاد. 27 لقب في رصيد الفريق النصراوي. فهد يوسف. تيس من أليكس. تيس. نصف ساعة لفك الارتباط. نصف ساعة بين الفريقين. التعادل ما زال سيد الموقف. كرة طويلة منتظرة من أمير صباح.
تصويب ممكن وتدخل من الدفاع. الرجع أندرسون تاليسكا لكن يميل لفريق الشرطة. أعلى ترحال كذلك كرة من ناس التماس يبقى عالية الكرة بالراس القليلة العرضية وخارج الميدان من أحمد فرحان. تسع مرات بطل الدوري الممتاز في المملكة، ست مرات بطل الكاس، ثلاث مرات بطل الكاس السعودية، مرتين كاس السوبر، ست مرات بطل كاس الملك خارجيا، عنده كاس الخليج للأندية البطلة مرتين، السوبر الآسيوي مرة واحدة ومرة واحدة كأس آسيا للأندية الفائزة بالكؤوس. فوفانا فوفانا ومرة أخرى يضيع الكرة. في كل مرة رونالدو يطلب الكرة على مستوى القائم الثاني لوكاس البرازيلي يستعد للدخول في مكان علي عبد السارة. لوكاس البرازيلي 32 عام. المدرب احمد صالح لا ثقة اكثر بعد مرور 61 دقيقة لعب. جانب من الجماهير العراقية الحاضرة في المدرجات. أمير صباح أمام كرة الدفاع النصراوي. هايبري ماني عدل ساديو غير اليمين أندرسون تاليسكا أمام أحمد يحيى. تاليسكا يحضر لفوفانا. يعود كرة الدفاع العراقي رونالدو أليكس تيس ماني مرة أخرى يعدي من تيس حكم يعطيش مقاطعة. ساديو ماني مراقب من كرار عامر. أجواء المدرجات للجمهور النصراوي ما زال يمني النفس الهدف غالي هدف الدور النهائي. هل سيتحرك لويس كاسترو ويقوم بالتغييرات اللازمة؟ برازوفيتش لجامي غنام برازوفيتش عبد الله مادو ماني مخالفة استلام النجوم النصراوية بدفاعات عراقية من على تراس. تعود الكرة بمخالفة تاليسكا ماني تاليسكا تجنب الركنية. عبد المجيد ابو بكر برازوفيتش برازوفيتش والكرة بالراس من نفس الجاسم بكل برود الدم لحباس. أبهرنا فريق الشرطة بحسن الانتشار لوكاس البرازيلي أليكس تيس. كيف هو السبيل يفكر موز دفاع فريق الشرطة. رونالدو بعيد عليه الكرة قوية بدنيا جاهزة. مخالفة لوك يثقل على الدفاع العالمي.
سلطان برازافيتش. اي صعوبات تكتيكيه امام المدرب لويس كاسترو. ماني 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 يفعل الصوب ويلغي الصوب بلقطه فنيه يخترق دفاع الشرطه والتسويق. إدريسان يانغ يعمد فرحان والكرة لنواف رحمن غنم. ماني مرة أخرى والدخول في منطقة الجزاء. الحكم يطالب باللعب. احتفال جماهيري كبير. مارتينو برازافيتش لا يمر مع أحمد يحيى. ترجع كرة لنادي الشرطة. الفار يطلب الحضور. الفار يطلب حضور. هل هنالك ضربة جزاء؟ الحكم عادل النقبي متأكد من نفسه. عمار الشنوبي والحكم مليان لبناتي يعلن ان ضربة جزاء. علي النقبي يؤشر على ضربة الجزاء لفريق النصر العالمي. ساديو ماني يتحسن عليها اسم وكريستيانو رونالدو امام الكرة. امبراطور الكرة يستعد لتنفيذ ركلة جزاء وجه لوجه مع الحارس احمد باسل. تلقى تعليمات الحارس العراقي رونالدو. هدف الهدفين جلاد بن الجلادين. مرعب الحراس وكل المدافعين. اجواء هستيرية لجماهير العالم. رونالدو للانفراد بثلاث هدفين. أسطورة حية في الملاعب العالمية. نجم الكرة البرتغالية. يقدم رونالدو. جول 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 جول. كريستيانو رونالدو امبراطور الكرة. هو رونالدو الأسطورة كامل الأوصاف. فتن كل الناس بالقدمين. يضرب الناس. أكبر قناص. يلعب كل المدافعين وكل الحماس. هذا هو رونالدو 38 عام. رونالدو الحقيقة. رونالدو يتحصل على ضربة جزاء ورونالدو في البال. اظهروا بال اظهروا بال عليك الأمان يا كريستيانو يا رونالدو. أحمد باسل على اليمين والكورة على اليسار. أستريا سنتر أستريا سنتر. واحكم بأحكامك والتأكيد لفريق النصر أو تعديل الشرطة. أمير صباح بعيد الكورة. أحمد فرحان النصر فرحان. مكان في الدور النهائي يبتر العرب. تسويق من الجيسان ووضع قدما في المباراة النهائية. هذا رونالدو غريب غريب. مسا بعيد الكورة على رونالدو. أكبر هدف بأربع أهداف كريستيانو رونالدو. برازافيتش من أمام ساديو ماني من خلال مكان قميص على اليمين. ماني غريب الركلة. السنغالي ساديو ماني. المشاورات المستمرة بين حكم الفار وعادل النقبي حكم المباراة. ما الذي يحدث الآن؟ تلقى الحضور ساديو ماني مرة أخرى
يعاني منه دفاع فريق الشرطة. هل هنالك ضربة جزاء لساديو ماني؟ عادل النقبي ركنية ألعب الكرة كل حكم ماني عدل أمام أحمد يحيى ماني ماني ساديو يعدل يوصل رونالدو غريبة غريبة من رونالدو كرة هدية لا ترفض هدية سنغالية لساديو ماني السنغالي أي مباراة لماني تعود فريق الشرطة هجمة سريعة وخطيرة ممكن التعادل كرة نواف العقيدي نواف مانويل نوير نواف لا يخاف نواف هدف التعادل يضيع على فريق الشرطة يا دراماتيكية هذه كرة أحمد فرحان ونواف العقيدي على طريقة مانويل نوير يجيك بوفون يخرج هذه الكرة مان اوف ذا ماتش بكل تأكيد ساديو ماني السنغالي تعديل النتيجة عن طريق أحمد فرحان لاعب فريق الشرطة بهذه العقلية الهجومية لما كانت النتيجة متأكدة ثلاثة دقائق مروا على نهاية المباراة عبد الله مبادو للإصابة العضلية يغادر لم يعد مناف يونس عالية الكورة وطويلة أمير صباح حكم الإماراتي عادل النقبي يؤشر على تعال نادي النصر ورونالدو وماني وبرازوفيتش إلى الدور النهائي.